للمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع بحرمته يا رسول الله
رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أمنت ذا كل جيران بذي سلم مسجت ذمعا جرى من مكلة بذمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من عظمي فما لأينك إن كنت فاهمة وما لقلبك إن كنت استفك يهمي صلى الله عليه. أيصاب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم صلى الله عليه. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أركت لذكر الباني والعلم صلى الله عليه. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم صلى الله عليه. وأثبت الوجد خطي أبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم صلى الله عليه. لأفضل طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم صلى الله عليه. يا نائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي صلى الله عليه. عدت حالي لا سر بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحشمي صلى الله عليه. لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي صلى الله عليه. إن نصيح الشيب في عذل والشيب أبعد في نصح عن التهم يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه مولاي صلي وسلم دائما أبدا يا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتقت قدماه الضر من ورمي وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم عيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من بعد نيم منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمتشق منه وملتثم يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
العين بالسدم وساس ودان ودان وحيرة ورود والدها بالغيب نظمي كان بالنار ما بالماء من بلد حسنا وبالماء ما بالنار بالضرم يا ودي إن تتب والأنوار زاد عدون والحق يظهر من بعد وبالكلم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروها من بديء الخط باللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وتسن الهجير حميم أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبي نسبة مبرورة القسم وما هو الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آرمي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وأنعال من الأطم ما سامني الدار ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضامي ولا التمست غنى الدارين من يده إلا سلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوهي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينام وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت واصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم وأهيت سنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في العصر الدهم بأرض جاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا
من العارم يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق I know that.
سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنمين خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل مخار غير مشتر وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرما الأمم يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الجمال فسأل عن أم صادمة
البديحار ام بعد ما ردت العيلة كل موت والدنين اللي ما بي خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدام صلى الله عليه ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم صلى الله عليه أضع غيصب في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندام صلى الله عليه فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسم صلى الله عليه ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبيع له الغبن في بيع وفي سلام صلى الله عليه إن أهدي من فمعدي بمنتقد من النبي ولا حبلي بمنصرم صلى الله عليه فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمام إن لم يكن في معاد آخذا بيدي فضلا وإلا فكل يا زلة القدم صلى الله عليه هكذا
أو أيرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم صلى الله عليه وسلم ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم صلى الله عليه ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم صلى الله عليه ولم أريد دار الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم إهما لمن نال نومه سواك عند حلول الحديث العميم ولن تدرك رسول الله جهك به إذا القريب تجاهل
الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى يا ربي صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصلي ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد نشروا اللهم صل وسلم عليه وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله آووا وقد نصروا وبيّنوا الفرض والمسنون واعتصبوا لله واعتصموا بالله فانتصروا اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون ريا نشرها العطر صلى الله عليه معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها أرجو الرضوان ينتشر اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر صلى الله عليه وعد وزن مثاقيل الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر صلى الله عليه والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر يا الله
وسلم عليه صلى الله عليه. والذر واللملوع جمع الحبوب كذا، والشعر والصوف والأرياش والوبر صلى الله عليه. وما أحاط به العلم المحيط، وما جرى به القلم المأمور والقدر. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشروا صلى الله عليه. وعد مقدار السامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. وعد ما كان في الأكوان يا سندي، وما يكون إلى أن تبعث الصور صلى الله عليه. في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرضين أو يذروا. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. إلى السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصروا صلى الله عليه. فأعدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحصر. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. تستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر صلى الله عليه. نواية وانتهاء يا عظيم لها، ولا لها أمد يقضى فيعتبر. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. وعد أضعاف ما قد مر من عدد مع ضيف أضعافه يا من له القدر صلى الله عليه. كما تحب وترضى سيدي، وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. مع السلام كما قد مر من عدد، ربي وضاعفهما والفضل منتشر صلى الله عليه. وكل ذلك مطلوب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. يا ربي واغفر لقارئها وسامعها. آمين يا الله. يا ربي واغفر لقارئها وسامعها. آمين يا الله. يا ربي واغفر لقارئها وسامعها. آمين يا الله. والمسلمين جميعا أينما حضروا يا الله. والدينا وأهلنا وجيرتنا، وكلنا سيدي للعفو مفتقر. وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها، لكن عفوك لا يبكي ولا يذر. والهم عن كل ما أبغيه أشغلني، وقد أتى خاضعا والقلب منكسر. أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا. آمين يا الله. أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا. آمين يا الله. أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا. آمين يا الله. بجاه من في يديه سبح الحجر يا الله. يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحصر. واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة، وفرج الكرب عنا أنت مقتدر. وكن لطيفا بنا في كل نازلة، لطفا جميلا به الأهوال تنحسر. بالمصطفى المجتبى خير الأنام، ومن جلالة نزلت في مدحه الصور. ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار، وما قد شعشع القمر. ثم الرضا عن أبي بكر رضي الله عنه خليفته، من قام من بعده للدين ينتصر.
وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر رضي الله عنه وجد لعثمان للنورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر كذا خديجة الكبرى التي بذلت أموالها لرسول الله ينتصر والطاهرات نساء المصطفى وكذا بناته وبنوه كلما ذكروا سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر رضي الله عنه وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغير رضي الله عنه والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياجي أو بدا السحر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحاب سالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته ومتنا على حبه وجماعته. اللهم دخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء والوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناؤه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بجاه النبي وآل النبي شفاعة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.